ايوه يا خالو. يا دكتور معايا مكالمه يا اخي. الو انت عايز مين؟ بسم الله على النبي، النهارده فرح اختي خربشه اللي ملوش في الشنتشه، اختي اللي رفع عاجبها ومحدش عاجبها، وسمعني الدرام من الفرقه الجميله، خشوا عليا يا داخله وي صحاب العروس كده، صحاب العروس كده، نعمل صف نعمل نعمل صف صف اوعى الشباب هو العريس راح فين يا عريس؟ فرح بلال نزل نابول عالية الدماغ، ده فص ملح ده فص ملح ده فص ملح يا عمودة، ده فص ملح يا عمودة، عشان فيك التمع. اسمع حس عشان خلاص قلبي اتوجع، انا لازم اطلبك عشان فيك التمع. انا يما عود ملفوف، انا زيك مش هشوف، بلف في كتير واشوف واقول لكل الناس يا ما كفي الخلاط، يا حسن عيني بشربات انت ست البنات استاذة في الاحسان، يا سفرية في الفرحة مشعوذ انت الشبح وعم تبوس، يا سفرية في الفرحة مشعوذ انت الشبح وعم تبوس، بتقول يا رب كل الشباب وكل البنات كده تتجوز، بتقول يا رب كل الشباب وكل البنات كده تتجوز. من تانية ابتدائي، تانية ابتدائي يا اسطى وانا مصدق ومش مصدق وجاي تصدق دلوقتي. ايه ده؟ انت بتفتحني قدام جوزي؟ عايز تقول ان انا اتجوزت 9 مرات قبل كده؟ ما تعملش فيها مش فاهم يا عم، فلما اخبطك الاخبطك واقفشك هرقش. غربشة؟ ايه يا اسطى؟ اسعى غربشة. ايه يا اسطى في ايه؟ معلش انا اسف فلاتك بس ده فرحي وبعد شويه دخلت. اه الف الف الله يبارك فيك حبيبي. خد بقى الرجاله واقف معاهم زي ما وجبوا معايا. مفيش هنا راجل غير واي حد يجي هنا يسعر ويجيب ناس تسعر. انا العبد لله اللي فرد الحديد والتنام والله قادم عليه راجل سعي الله يلا بينا واجي. ايه بس يا حبيبي يا لهوي على وضعك. انت هتعمل ايه؟ انت لهيت الدنيا. ابوس ايدك انا ولد ولود. ولد ولود؟ ايه يا حبيبي اللي انت بتقوله ده؟ تعالى بس اقول لك يا اخوانا حد يلعني، انا مشيت خربشه والرجاله يا جماعه الرمله بتسحبني. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول ايه الحرامي؟ لكن انت بديب النفسات. ايه رايك؟ انت لابسه طبلوه عربيه، ما تكتبي بقى من ورا عضه اسد ولا نظره حسد. احنا اللي كتبنا على علبة الفلامون محدش يعرف يعمل معانا اي بند. ايه ده انتوا لسه لابسين؟ ما تنجز يا عم سافوريا. طب ادينا فرصه ننجز ولا نهبط حاجه يا ابني؟ المنطقه كلها مستنيه الجول الاول. احنا مباشر يا نانسي ومفيش بواصل يا نانسي. يلا روح نانسي. ماشي يا عم الكوبايه. ده انا هولع الدنيا يا لهوي على اللي هيجرى النهارده. سفرية يلا بينا. لا ما
كلها النور، عايز كل حاجه تبقى في النور. على فكره الراجل بيتكلم صح، من حقه تبقى كل حاجه في النور. لسه كنت على بالي. مين ده؟ ليه انت هنا من امتى؟ من تانيه ابتدائي. وانا كنت فين؟ في اولى ابتدائي. انت عزمة على ليلة دخلتنا يا نانسي؟ انا عمري ما شفت شبح بالحلاوة والشقاوة دي. انت مش قادر تنساني حتى ليلة دخلتي؟ يا اهل المنطقة يا كابتن. انا بيتعلم عليا ليلة دخلتي. يا كابتن ارجوك، الشبح على سريري ومع مراتي قدام عيني. ارجوك من فضلك، دي مسائل عائلية حلوها بينكم وبين بعض، ما تدخلش الناس بينكم. سافوريا انت جننت؟ انت بتفضح نفسك ليلة دخلتك؟ امال عايزين اعمل ايه؟ المرة اللي فاتت رميت نفسي تحت العربية، ارمي نفسي من الشباك. ارجوك من فضلك اصبر علينا، اصبر الصحابية اللحظة حرجة. ايه يا عم انت جاي تعلم علينا هنا؟ انت بقى اللي بيقولوا عليك شبح؟ لا ده واحد تاني، بس انا فيا شبح يا راجل. التصرف، انا لسه ما ضربتكش. عايزين نطور سلسله البطائم اللي عندنا عشان نبقى مميزين. عندكم مثلا فرع مدينه نصر ده نايم، عايزين نفوقه. مستر بكري، مستر بكري. مين؟ انا سما. اتفضل. مستر بكري في اجتماع. لا مش هروح اجتماع، انا عايز انام. نقفل الباب وراك. باب ايه؟ احنا اوريدي في الاجتماع. طب يا جماعه انا موافق، من بكره نبدا اجراءات التنفيذ، تقدروا تتفضلوا. اتفضلي معاهم يا سما. تحت امرك يا فندم. مع السلامة. تعالى قول لي انت بتروح فين؟ بعمل ايه؟ انا تعبان قوي بس عايز انام خمس دقايق وصحيني بعد اسبوع. انت لا بتيجي الشركه ولا بتروح النايت، انت بتروح فين؟ ده انا بروح مشاوير. يا ريتك تيجي معايا يا جلطي. جلطي؟ اهلا. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. نورت منكم وفرحتوا. لا يا ابني. ايه ده؟ انت جبت كده ليه؟ انت جبت زياده ليه كده؟ هي من كترها ولا ايه؟ انت جبت ده ليه؟ ايه بتبص لي كده ليه؟ يا ابني يا كوكب يا ابني. ايه ده؟ ما فيه؟ ايه ده؟ اللعنة، اللعنة على من خان العهد. إن التأخر في الانتقام يجعل الضربة أشد قسوة. تمهل يا سيدي، تمهل تمهل، ففي العفو لذة لا نجدها في الانتقام. هو بيعمل معايا كده ليه؟ شش اسكت خالص. أنت مش عارف عملت إيه؟ عملت إيه؟ العفو من شيء.